النهاردة هناخد درس جديد، الدرس اسمه Present Perfect Simple، المضارع التام البسيط أو المضارع التام زي ما احنا بنقول. الـ Present Perfect Simple بيكون من ايه؟ المضارع التام بيكون من ايه؟ بيتكون من أولا Subject، فاعل الجملة. بعد السبجكت، بعد الفاعل، بنجيب have أو has plus زائد the past participle of the main verb زائد التصريف الثالث للفعل. يبقى الـ present perfect simple المضارع التام بيكون من subject الفاعل have و has plus the past participle of the main verb التصريف الثالث للفعل. ايه هو التصريف الثالث للفعل؟ هقول لك دلوقتي. زي ما احنا عارفين ان في الانجليش الفعل ليه ثلاث تصريفات. تصريف اول بنسميه الانفينيتيف او البريزنت سيمبل، تصريف تاني بنسميه الباست سيمبل، تصريف تالت بنسميه الباست بارتيسيبل. هعيد الكلام اللي كنت بقوله تاني. الافعال في الانجليش لها ثلاث تصريفات، تصريف اول، تصريف تاني، تصريف تالت. التصريف الاول بنسميه present simple. بنسميه present simple ليه؟ لان التصريف الاول بيجي مع المضارع البسيط بس. يبقى التصريف الاول بيجي مع present simple only، التصريف الاول بيجي مع المضارع البسيط فقط. طب التصريف التاني بنسميه ايه؟ بنسميه past simple. التصريف التاني للفعل بنسميه past simple لانه بيجي مع زمن الماضي البسيط فقط. يبقى التصريف التاني للفعل بنسميه past simple لان التصريف التاني للفعل بيجي مع زمن الماضي البسيط فقط. التصريف التالت للفعل بنسميه past participle او بنسميه الـ PP زي ما احنا بنقول. طيب ليه سمينا التصريف الثالث past participle؟ لان التصريف الثالث للفعل احنا دايما بنستخدمه مع زمن المضارع التام، بنستخدم التصريف الثالث اللي هو الـ past participle دايما مع زمن المضارع التام اللي هو الـ present perfect. يبقى التصريف الثالث للفعل دايما بيجي مع المضارع التام الـ present perfect، وبيجي كمان التصريف الثالث مع الماضي التام. ده درس هشرحه لكم بعد كده لوحده. الجدول ده متقسم ثلاث اقسام. القسم الاول فيه الافعال اللي بتيجي في التصريف الاول، القسم الثاني فيه الافعال اللي بتيجي في التصريف الثاني، القسم الثالث فيه الافعال اللي بتيجي في التصريف الثالث. هديكوا دلوقتي مثال للتوضيح. هناخد الفعل do. الفعل do ده اول فعل عندنا من فوق. الفعل do ده ليه ثلاث تصريفات. تصريف اول للفعل اللي هو do، تصريف تاني للفعل اللي هو did، تصريف تالت للفعل اللي هو done. نبدأ اول حاجة بالتصريف الاول للفعل اللي هو do. التصريف الاول للفعل دايما بنسميه present simple. ليه بنسمي التصريف الاول للفعل دايما present simple؟ لان التصريف الاول للفعل دايما بنستخدمه مع زمن المضارع البسيط. فعندك الفعل do ده تصريف اول، بنستخدمه دايما مع present simple، بنستخدمه دايما مع المضارع البسيط. الفعل do بنستخدمه مع المضارع البسيط وما ينفعش نستخدمه مع اي زمن تاني. علشان كده التصريف الاول للفعل دايما بنسميه present simple. ليه بنسميه present simple؟ لان الفعل do بيجي مع المضارع البسيط فقط وما ينفعش نستخدمه مع اي زمن تاني. يبقى باختصار التصريف الاول للفعل بنسميه present simple زي do كده، علشان do بتيجي مع المضارع البسيط بس مش مع اي زمن تاني. الفعل اللي بيجي في التصريف الاول بنستخدمه مع المضارع البسيط فقط، عشان كده افعال التصريف الاول بنسميها present simple. الفعل did هنا تصريف تاني للفعل.
التصريف التاني للفعل دايما بنسميه past simple. ليه بنسمي التصريف التاني للفعل دايما past simple؟ لأن الأفعال اللي بتبقى تصريف تاني بنستخدمها مع زمن الماضي البسيط فقط. مثال مثلا عندك الفعل did، ده بنستخدمه مع الماضي البسيط، بنستخدم did مع ال past simple. يبقى تصريفات الأفعال التانية دايما بنسميها past simple، لأن الفعل في التصريف التاني بيجي مع زمن الماضي البسيط فقط، وما ينفعش نستخدم التصريف التاني مع أي زمن تاني إلا مع الماضي البسيط بس، الماضي البسيط اللي هو ال past simple، فديت بتيجي مع الماضي البسيط بس. نخش بقى على التصريف التالت للفعل. التصريف التالت للفعل ده أهم حاجة عندنا النهاردة. التصريف التالت للفعل بنسميه دايما past participle. ليه بنسمي دايما التصريف التالت للفعل past participle؟ لأن التصريف التالت للفعل شبه الفعل done، بنستخدمه دايما مع المضارع التام، بنستخدمه مع ال present perfect اللي هو الزمن بتاعنا النهاردة. يبقى التصريف التالت للفعل بنستخدمه دايما مع ال present perfect، عشان كده بنسمي التصريف التالت للفعل past participle أو ال PP. الأفعال اللي بتيجي في التصريف التالت بنستخدمها مع زمن المضارع التام فقط، ما ينفعش نستخدم التصريف الفعل التالت مع أي زمن تاني إلا مع المضارع التام. يبقى الفعل done ده تصريف تالت بنسميه ال PP أو ال past participle، وبنستخدمه مع المضارع التام فقط. نرجع تاني للبريزنت بيرفكت. البريزنت بيرفكت سيمبل، المضارع التام البسيط، بيتكون من سبجكت الفاعل، بعد كده هاف وهاز، بعد كده الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف التالت. بص في المثال اللي تحت، she has studied many foreign languages. she هنا هي السبجكت الفاعل، بعد السبجكت الفاعل بنجيب هاف او هاز، جبنا هنا هاز طبعا لان she بتاخد هاز، بعد كده جبنا ال past participle، جبنا التصريف التالت اللي هو studied، بعد كده بنكمل الجملة زي ما هي. ال present perfect الفورميشن اللي هو التكوين بتاعه في الافيرماتيف، اما تحب تعمل جملة بنستخدم ضماير معينة، والضماير دي بتاخد لا اما have لا اما has بعديها وتصريف تالت. الضمائر زي الـ I والـ U والـ We والـ They بيجي معاها have، وبعد الـ have بيجي تصريف تالت. الضمائر زي الـ He والـ She والـ It بيجي بعديها has، الـ He والـ She والـ It بيجي بعديها has، وبعد الـ has بيجي تصريف تالت. يبقى في الـ affirmative في الجملة العادية الـ I والـ U والـ We والـ They بيجي بعديهم have، وبعد الـ have بيجي تصريف التالت للفعل. ال he وال she وال it بيجي بعديها has، وبعد ال has بيجي التصريف الثالث اللي هو ال past participle أو ال PP. ده في ال affirmative في الإثبات، ال I وال you وال we وال they بيجي بعديهم have وتصريف ثالث، ال he وال she وال it بيجي بعديها has وتصريف ثالث. بالنسبة بقى لل negative، الضماير زي ال I وال you وال we وال they بيجي بعديها haven't وتصريف تالت اللي هو ال past participle أو ال PP. الضمائر زي ال he وال she وال it بيجي بعديها hasn't وال past participle اللي هو ال PP. يبقى ال he وال she وال it بيجي بعديها hasn't وتصريف تالت. يبقى في النفي في النيجاتيف تاني ال I وال you وال we وال they بيجي بعديهم haven't وتصريف تالت، ال he وال she وال it بيجي بعديها hasn't وتصريف تالت. الكلام ده في النيجاتيف. في النفي بنستخدم ال present perfect امتى؟ بنستخدم المضارع التام امتى؟ The present perfect is used to indicate، بنستخدم المضارع التام عشان نشير إلى first، أولا an action that happened at an indefinite time in the past. بنستخدم المضارع التام اما نحب نقول ان في فعل حصل في الماضي في وقت غير معلوم او وقت غامض او مش معروف لينا، حاجة حصلت في الماضي في وقت احنا مش عارفينه امتى، او مش عارفين الوقت ده كان امتى، او وقت ده كان غامض بالنسبة لنا. مثال John has traveled around the world. John
لف حوالين العالم كله، بس احنا مش عارفين هو لف حوالين العالم امتى، الوقت اللي راح لف فيه حوالين العالم امتى احنا ما نعرفوش. عشان كده هو كاتب لك في قوسين في جنب المثال ايه، وي دونت نو وين، احنا مش عارفين امتى هو لف حوالين العالم. ده اول استخدام للبريزنت بيرفكت، بنستخدمه اما نحب نقول ان حاجه حصلت في الماضي في وقت غير معلوم او وقت غامض لينا. الاستخدام الثاني للبريزنت بيرفكت، an action that happened more than once in the past. اما تحب تقول ان في حاجه حصلت في الماضي اكتر من مره بنستخدم هنا present perfect. مثال: George has seen this movie 3 times. George شاف الفيلم ده 3 مرات. حدث او فعل حصل في الماضي وتكرر كذا مرة، فهنا استخدمنا present perfect، استخدمنا المضارع التام. George شاف الفيلم ده 3 مرات، حاجة حصلت في الماضي اكتر من مرة، فاستخدمنا هنا المضارع التام او present perfect. الاستخدام الثالث للpresent perfect، الاستخدام الثالث للمضارع التام، an action that began in the past and is still occurring in the present. حاجة بدت في الماضي ولسه مستمرة او لها اثر في المضارع او مستمرة في المضارع نوعا ما. مثال: John has lived in the same house for 20 years. معناها جون عايش في البيت ده من 20 سنة ولسه عايش فيه لغاية دلوقتي. يبقى الفعل حصل في الماضي ولسه مستمر لغاية دلوقتي. جون عايش في البيت من 20 سنة، الفعل ابتدى من 20 سنة ولسه مستمر لغاية دلوقتي، هو لسه عايش في البيت لغاية دلوقتي. أو مثال تاني اهو، John has lived in the same house since 1962. المثال ده معناه ان جون عايش في نفس البيت منذ سنة 1962 ولسه عايش في نفس البيت لغاية دلوقتي. John has lived in the same house since 1962. He still lives there. ولسه عايش في نفس البيت لغاية دلوقتي. نبص في المثال الأول تاني، John has lived in the same house for 20 years. He still lives there. المثال الأولاني المثال الأولاني معناه إن جون عايش في نفس البيت من 20 سنة فاتت ولسه عايش في البيت لغاية دلوقتي. مثال للتوضيح عشان تفهم يعني إيه حاجة حصلت في الماضي ولسه مستمرة لغاية دلوقتي. تخيل دلوقتي اللي احنا عايشين في سنة 1982. If it is now 1982. تخيل دلوقتي اللي احنا عايشين في سنة 1982. بص في الرسمة اللي تحت دي، عندك على ايدك الشمال كاتب لك since 1962، منذ سنة 1962. بص في وسط الرسمة كاتب لك for 20 years، لمدة 20 سنة. بص على اخر الرسمة خالص على ايدك اليمين هتلاقي كاتب لك 1982 now، 1982 now. الرسمة دي عاوز يفهمك ان الفعل حصل في الماضي واستمر 20 سنة ولسه مستمر لغاية دلوقتي اللي هو في سنة 1982. فهو كاتب لك في الجدول ايه تاني، since 1962، منذ سنة 1962. الفعل خد قد ايه، استمر قد ايه، 20 سنة، كاتب لك for 20 years. الفعل ده لسه مستمر لغاية دلوقتي اللي هو سنة كام، 1982، اللي هو 1982 now. تاني عشان لو محدش فاهم خط سير الاحداث ماشي ازاي، خط سير الفعل ماشي ازاي، منذ سنة 1962 since 1962 الفعل قاعد 20 سنة، for 20 years الفعل لسه مستمر لغاية دلوقتي اللي هو سنة ايه، اللي هو سنة 1982 اللي هو 1982 now. منذ سنة 1962 قاعد 20 سنة والفعل لسه موجود لغاية دلوقتي او مستمر لغاية دلوقتي، سنة ايه دلوقتي، 1982.
يا رب أكون وصلت الفكرة على قد ما أقدر. حاجة حصلت في الماضي ومستمرة لغاية وقت الكلام. الفعل اللي ابتدى سنة 1962 قعد 20 سنة ولسه مستمر لغاية دلوقتي، لغاية لحظة الكلام اللي هي سنة 1982 اللي هي ناو. بنستخدم المضارع التام الـ present perfect للتعبير عن أفعال تمت حديثا دون تحديد وقت حدوثها، نفس الكلام اللي أنا شرحته قبل كده. I've revised unit 1 and chapter 1. أنا راجعت الوحدة الأولى وراجعت الفصل الأول من القصة، بس الوقت اللي أنا راجعت فيه ده مش معروف، أو أنا ما قلتوش، وقت غامض، إحنا ما نعرفش الوقت اللي أنا ذاكرت فيه وراجعت فيه على شابتر 1 والوحدة الأولى. المثال اللي بعديه: He has bought a car. هو اشترى عربية. اشترى امتى؟ ما نعرفش الوقت ايه، الوقت غير معلوم، الوقت غامض بالنسبة لينا. علشان كده اما بنحب نقول ان في حاجة حصلت من فترة في الماضي بس احنا مش عارفين الوقت ده كان امتى، نستخدم المضارع التام اللي هو present perfect. نستخدم المضارع التام تاني للتعبير عن احداث تمت حديثا دون تحديد وقت حدوثها. في كلمتين مهمين جدا بنستخدمهم دايما في المضارع التام. الكلمة الاولى اللي هي just معناها حالا، الكلمة التانية اللي هي already اللي هي معناها بالفعل. بنستخدم الكلمتين دول دايما عشان نقول ان في حاجة حصلت في الماضي وانتهت حديثا. الكلمتين دول دايما بيجوا بين ال have وال has والتصريف التالت. بص في المثال اللي عندنا ده كده مثلا في الصورة: He has just left. هو مشي من فترة صغيرة، هو مشي من مثلا دقايق او ثواني قليلة جدا قبل انت ما تيجي. خلي بالنا ان جاست هنا بين الهاز والتصريف التالت، ممكن نشيل جاست دي خالص ونحط مكانها كلمة already برضو. نبص في المثال بتاعنا تاني، هنقول He had just left بتساوي في المعنى He left a few moments ago. هو مشي من لحظات فاتت. خلي بالنا ان ممكن نشيل برضو كلمة just ونحط مكانها already، هنقول he has already left، هتساوي نفس المعنى برضو he left a few moments ago. في كلمة برضو مشهورة جدا بنستخدمها كتير في المضارع التام، الكلمة دي اسمها yet معناها حتى الان. تستخدم yet مع المضارع التام للتعبير عن النفي في الحاضر. لما تحب تنفي حاجة مع المضارع التام بنستخدم yet دي على طول. ومعناها ايه بقى؟ يعني ما جملة بيجي فيها yet يا معناها ايه؟ حدث لم يقع حتى الان ولكن يتوقع حدوثه، او حدث لم ينتهي وتوقع انتهائه الان. مش فاهمين حاجة اقول لك ثواني افهمك. He hasn't come yet. الجملة دي نافية نيجاتيف. الفاعل هي اللي هيجي بعدها hasn't، بعد كده التصريف التالت. انا عاوز اقول بقى هو ما جاش لغايه دلوقتي، بحط كلمه yet في الاخر. He hasn't come yet، هو لم ياتي حتى الان واحنا مستنيينه، فاحنا ما زلنا في انتظاره، هو ما جاش لغايه دلوقتي واحنا مستنيين. الجمله عاديه خالص، هي He hasn't come، هو لم ياتي. الجمله دي منفيه، قال لك اي جمله في المضارع التام بتاعها منفية بنحط yet في اخرها. يبقى المثال تاني: He hasn't come yet، هو لم يأتي حتى الان. اي جملة نيجاتيف، اي جملة منفية في المضارع التام بنحط اخرها yet. المثال تاني: He hasn't come yet، هو ما جاش لغاية دلوقتي واحنا مستنيينه. يبقى yet بتيجي مع النيجاتيف، بتيجي مع النفي في المضارع التام. الاستخدام التاني yet، يد بتيجي في السؤال برضو في المضارع التام. بص المثال اللي عندنا مثلا: Has he arrived yet؟ هل هو وصل حتى الان؟ هو وصل لغاية دلوقتي ولا لسه ما وصلش؟ ده معنى السؤال. Has he arrived yet؟ هو وصل لغاية دلوقتي ولا لسه ما وصلش؟ يبقى يد بتيجي برضو في السؤال اللي بيبدأ بهاز. اي سؤال بيبدأ بهاف او هاز، بعد كده الفاعل، بعد كده التصريف التالت، بنحط yet في اخر السؤال. زي ما اقول لك مثلا: Has he arrived yet؟ هل هو وصل لغاية دلوقتي ولا لسه؟ فهنا بنستخدم yet في حالة السؤال. اي سؤال بيبدأ بهاف او هاز وبعديها الفاعل والتصريف التالت بنحط yet، والسؤال ده بيتجاوب طبعا بيس او بنو.
في كلمتين مشهورين جدا بنستخدمهم مع المضارع التام، كلمة اسمها سينس وكلمة اسمها فور. سينس دي معناها منذ، وفور برضو معناها منذ. الفرق بينهم في الاستخدام بس، سينس بيجي بعدها دايما تاريخ زمني، سينس بيجي بعدها الحدث او الفعل ابتدى في وقت ايه. فور العكس، فور بيجي بعديها فترة زمنية، فور بيجي بعديها الفعل او الحدث استمر قد ايه، المدة الزمنية اللي استمر فيها. نرجع تاني لسينس. سينس نستخدمها اذا اردنا التركيز على تاريخ بداية الحدث وانه مستمر. الحدث ابتدى امتى؟ مثلا زي ما اقول لك he has stayed in Gamasa since 2002. هنا ركزنا على الحدث ابتدى سنة 2002 فاستخدمنا سينس. نرجع لفور، بنستخدم فور إذا أردنا التركيز على الفترة الزمنية التي وقع فيها الحدث. هنا بقى مش بنركز على الحدث ابتدى امتى، لا بنركز على الفترة اللي قاعد فيها الحدث، الحدث قاعد قد إيه. فور بيجي دايما معاها فترة زمنية، بنستخدم فور عشان نقول الحدث والفعل استمر فترة زمنية قد إيه. مثال he has stayed in Gamasa for a month، هو قاعد في جمصة لمدة شهر، يبقى فور جه بعديها فترة زمنية، الفترة اللي الحدث استمر فيها، الحدث استمر شهر. يبقى تاني الفرق بين سينس وفور، سينس بيجي بعديها بداية حدوث الحدث، الفعل ابتدى امتى، يوم ايه، شهر ايه. اما فور بيجي بعديها الفترة الزمنية، الحدث او الفعل استمر مدة زمنية قد ايه وغيره. مثلا سينس بيجي بعديها ساعة، يوم، شهر. فور بيجي بعديها مدة زمنية، 6 أيام، 6 days، a long time، وقت طويل. سينس دايما بيجي معاها بداية الحدث، سينس عاوزة تقولك الفعل ابتدى امتى. ممكن نقول since 7 o'clock، يبقى الحدث ابتدى او الفعل ابتدى الساعة 7. since 1995، منذ 1995، يبقى الحدث او الفعل ابتدى سنة 1995 او منذ سنة 1995. since 20th of May، منذ 20 of مايو، تاريخ بداية الحدث. since August، منذ شهر اغسطس. since Monday، منذ يوم الاثنين وغيره. يبقى since بيجي معاها بداية حدوث الحدث او الوقت اللي الحدث ابتدى فيه. فور العكس، فور بيجي بعدها المدة الزمنية اللي انت قعدت فيها تعمل الحدث او الفعل قاعد فترة زمنية قد ايه. فور 3 hours، لمدة 3 ساعات. فور years، لمدة سنين. فور بيجي بعدها الفترة الزمنية، فور years، لمدة سنين. فور 2 weeks، الحدث او الفعل قاعد اسبوعين. فور 3 months، الفعل قاعد 3 شهور، استمر 3 شهور. فور a short time، الفعل قاعد وقت قصير وغيره. في جملتين مشهورين جدا بنستخدمهم في المضارع التام. الجملة الأولى اللي هي have been to، ممكن ننطقها have been to أو have been to، الاتنين صح. الجملة الأولى تاني have been to، والجملة التانية have gone to. الجملة الأولى معناها إيه؟ have been to معناها إيه؟ تعبر عن أن شخص ما ذهب إلى مكان وعاد ولم يعد هناك الآن. مش فاهمين حاجة يا عم حسام، اقول لكم ثواني. He has been to London several times، هو راح لندن كذا مرة. بس هل هو موجود هناك؟ لا، هو مش موجود هناك دلوقتي. يبقى تاني He has been to London several times، معنى المثال ان هو راح لندن كذا مرة بس هو مش موجود في لندن دلوقتي. He is not there now، هو مش موجود في لندن دلوقتي. المثال الثاني have gone to، معناه ايه المثال ده او بيعبر عن ايه؟ تعبر عن شخص ما ذهب الى مكان ما وما زال هناك ولم يعد بعد. مثال مثلا my brother has gone to China، اخويا راح للصين وما رجعش لغاية دلوقتي، فهو هناك لسه ما رجعش. mom has gone to the shops، مامتي او ماما راحت للمحلات او راحت تشتري حاجة من المحلات ولسه ما جاتش لغاية دلوقتي. يبقى have gone معناها شخص راح يعمل حاجة في مكان ما ولسه ما رجعش او لم يعد حتى الان.
الكلمات اللي في الصورة قدامكم دي أشهر الكلمات اللي بتيجي مع المضارع التام الـ present perfect. الكلمات دي هي إيه؟ just اللي هي حالا، already اللي هي معناها بالفعل أو فعلا، ever اللي هي سابقا أو قبل الآن، never معناها لا أو أبدا، since اللي هي معناها منذ، for معناها لمدة أو منذ برضو، yet معناها حتى الآن. يبقى أشهر الكلمات اللي بتيجي مع المضارع التام just حالا، already بالفعل، ever معناها قبل ذلك أو سابقا، never معناها أبدا أو لا، since معناها منذ، for معناها لمدة أو منذ برضو شبه since، yet معناها حتى الآن أو بعد. الكلمات في المضارع التام بتتقسم كالتالي: كلمات بتيجي بين ال have وال has والتصريف التالت. الكلمات دي زي just حالا، already بالفعل، ever من قبل، never أبدا. بصوا كده على أمثلة عشان نفهم: I have just ironed my clothes. أنا لسه حالا كاوي ملابسي. خلي بالك just جت بين ال have والتصريف التالت. المثال اللي بعديه: They have already watered the flowers. هم بالفعل سقوا الورد أو ادوا له ميه، ادوا الورد ميه. خلي بالك already هنا جت بين ال have والتصريف التالت. المثال اللي بعديه: Have you ever visited your teacher؟ ملحوظة صغيرة: ever بتيجي دايما في السؤال اللي بيبدأ ب have أو has، ولازم يجي بعديها تصريف تالت. يبقى ever بتيجي بين ال have وال has والتصريف التالت، زيها زي already، زيها زي just، بس ever بتيجي في السؤال. Have you ever visited your teacher؟ هل زرت مدرسك من قبل أو قبل كده؟ المثال الأخير: She has never been to London. هي عمرها ما راحت للندن. خلي بالنا هنا نيفر برضو جات بين الهاف والهاز والتصريف التالت. نيفر هنا جات بين الهاز والتصريف التالت اللي هو بين. ملحوظة هامة: تستخدم كلمة ever في السؤال زي في المثال التالت: Have you ever visited your teacher؟ و ever برضو بتيجي في الإجابة المثبتة، هديها لكم دلوقتي. كلمة never بنستخدمها لنفي جملة المضارع التام. عاوز تنفي جملة في المضارع التام ممكن تحط never. طيب بصوا كده المثال الأولاني: Have you ever seen a dinosaur؟ طبعا هنا السؤال بادئ ب have عشان كده حطينا ever، يبقى ever بتيجي في السؤال. Have you ever seen a dinosaur؟ طبعا كلمة ever بتيجي بين ال have والتصريف التالت، have و seen. Have you ever seen a dinosaur؟ ده سؤال بإيفر. عاوز انفي السؤال ده او اجاوب بالنفي حط نيفر في الإجابة، والنيفر برضو بتيجي بين ال have والتصريف التالت. هنقول ايه؟ No I have never seen a dinosaur. لا انا عمري ما شفت ديناصور. يبقى في السؤال فوق استخدمنا ايفر، حطينا ايفر بين ال have والتصريف التالت، في الإجابة قلنا لا نو فاستخدمنا نيفر عشان نيفر بتيجي في النفي في المضارع التام، ونيفر برضو بتيجي بين ال have وال has والتصريف التالت، تبقى الإجابة هتبقى No I have never seen a dinosaur. مثال تاني: Have you ever been to London؟ هل انت رحت لندن قبل كده؟ طبعا ever بتيجي في السؤال، بتيجي بين ال have والتصريف التالت. هنا بقى هنستخدم ever في الإجابة، في الإجابة المثبتة. هل انت رحت لندن قبل كده؟ عاوز تقول اه، قول yes I have ever been to London، نعم انا رحت لندن من قبل. طب عاوز تقول لا، عاوز تنفي حط never، يبقى No I have never been to London. يبقى في الإجابة المثبتة عاوز تجاوب عادي، عاوز تقول نعم استخدم ever، حط ever بين have والتصريف التالت. طب عاوز تنفي حط never بين ال have وال has والتصريف التالت. يبقى السؤال التاني: Have you ever been to London؟ عاوز تجاوب إجابة مثبتة حط ever، عاوز تجاوب إجابة مثبتة حط ever، يبقى Yes I have ever been to London، نعم أنا رحت لندن قبل كده أو من قبل. عاوز تنفي حط never، تبقى No I have never been to London، لا أنا ما رحتش لندن قبل كده. يبقى خلي بالنا إن ever بتيجي في السؤال، بتيجي بين ال have وال has والتصريف التالت. السؤال ده اللي فيه ever عاوز تجاوب إجابة بيس استخدم ever، بنو بنو استخدم never، زي I have never been to London. السؤال بنستخدم ever، إجابة مثبتة بنستخدم ever برضو بين ال have وال has والتصريف التالت، إجابة منفية بنستخدم never بين ال have وال has والتصريف التالت برضو.
يت واحدة من أشهر الكلمات اللي بنستخدمها في المضارع التام، يت معناها حتى الآن أو بعد، يت بتيجي في آخر السؤال وبتيجي في آخر الجملة المنفية. مثال مثلا has he come yet، هل هو جه حتى الآن، هو جه لغاية دلوقتي ولا لسه، ده معنى السؤال. السؤال بيبدأ بهاز فاعل تصريف تالت ويت في الآخر، أي سؤال بيبدأ بهاز وفاعل وتصريف تالت بنحط يت في آخره. has he come yet، هل هو جه حتى الآن، هو جه لغاية دلوقتي ولا لسه، هو ده معنى السؤال. يبقى يت بتيجي في آخر السؤال اللي بيبدأ بهاف أو هاز وتصريف تالت. يت بتيجي في آخر الجملة المنفية، أي جملة عاوز تنفيها حط يت في الآخر. no he hasn't come yet، لأ هو ما جاش لغاية دلوقتي أو حتى الآن. يبقى يت تاني بتيجي في أول، بتيجي في آخر السؤال، يت بتيجي في آخر السؤال اللي بيبدأ بهاف أو هاز وفي تصريف تالت، ويت بتيجي في آخر الجملة المنفية زي no he hasn't come yet. يت بتيجي في آخر السؤال اللي بيبدأ بهاف وهاز وفاعل وتصريف تالت، ويت بتيجي في آخر الجملة المنفية اللي فيها haven't أو hasn't. هديك تمارين كتير تساعدك إن أنت تفهم زمن المضارع التام بشكل سريع، أفضل من الشرح النظري كمان. بص الأمثلة اللي عندنا دي: I last visited my uncle in 1990. قال لك حط سينس. الجملة دي أول حاجة في الماضي البسيط في الباست سيمبل، لازم تحولها تبقى مضارع تام present perfect عشان كتب لك سينس. هنعمل ايه؟ هنشطب على last و visited وننزل الاي شبه ما زي ما هي، هننزل الاي زي ما هي ونحول لجملة مضارع تام. يبقى I haven't visited my uncle since 1990، ونخلي بالنا ان since بيجي بعدها بداية الحدث اللي هو 1990. يبقى الجملة الاولانية في الماضي last visited حولناها تحت بقت مضارع تام I haven't visited my uncle since 1990. الجملة اللي بعديها the last time I drove a car was last month، آخر مرة سوقت فيها عربية كانت من شهر فات. الجملة دي في الماضي في الباست سيمبل، الماضي البسيط. قال لك حط since، سهلة. since يبقى حول الجملة على طول خليها مضارع تام، يبقى هنشيل كلمة last وهنشيل كلمة drove ونحول الجملة تبقى مضارع تام. يبقى I haven't driven a car since last month. يبقى تاني هنحول الجملة تبقى مضارع تام I haven't driven a car since last month. أنا ما سوقتش عربية منذ الشهر اللي فات. هناخد كم مثال كده من اللي تحت من الأسئلة اللي انتم المفروض تجاوبوها. I last met Huda when we were in the college. انا ما قابلتش هدى من ايام ما كنا في الكليه. المثال ده في الماضي، المثال ده طبعا في الماضي في الباست سيمبل. فانت لما تيجي تحول الجمله لازم تحول الجمله تبقى في المضارع التام عشان انت هنا هتستخدم سينس. يبقى الحل هيبقى I haven't met هدى since we were in the college. مثال اللي بعديه the last time she traveled abroad was in 1980. يبقى الجملة دي في الماضي برضو لازم نحول الجملة تبقى في المضارع التام. الحل هيبقى she hasn't traveled abroad since 1980. ده التمرين التاني على زمن المضارع التام. هنا هنستخدم for بدل since في التمرين الاول، ونخلي بالنا ان for بيجي بعدها فترة زمنية. for لازم نقول الفعل اللي جه بعدها قعد قد ايه، الفعل استمر قد ايه، عكس سينس اللي بتقول لك ان الفعل ابتدى امتى. فور بيجي بعدها فتره زمنيه الفعل قاعد قد ايه. اول مثال عندنا I last played football a year ago، اخر مره لعبت فيها كوره كانت من سنه فاتت. قال لك حط فور. ما دام لقيت فور من غير ما تفكر يبقى هتحول الجمله دي للمضارع التام. الجمله I last played football a year ago دي جملة في الماضي البسيط، لازم تحول الجملة تبقى مضارع تام لو هتستخدم for. يبقى هنشطب على last و played، تبقى الجملة هتبقى I haven't played football for a year، ما لعبتش كرة قدم منذ سنة. ده أول مثال عندنا. المثال التاني she last watched TV a week ago،
الزمن ده طبعا زمن الماضي البسيط، هي آخر مرة اتفرجت على التلفزيون من أسبوع فات. قال لك استخدم فور، قال لك استخدم فور من غير ما تفكر، حول الجملة تبقى مضارع تام، يبقى هنشطب على last watched ونحول الجملة تبقى مضارع تام. الإجابة هتبقى she hasn't watched TV for a week. خلي بالنا فور بيجي بعدها فترة زمنية، الفترة الزمنية اللي الفعل قاعد فيها هنا أسبوع، فور a week لمدة أسبوع، يبقى she hasn't watched TV for a week. طبعا كده بيتهيألي الموضوع بقى سهل، لقيت فور حول الجملة تبقى مضارع تام واشطب على last watched. تمام، ناخد مثال تاني من تحت. I last met عادل a week ago. استخدم فور، ما دام قال لك استخدم فور يبقى لازم تحول الجملة دي للمضارع التام. الجملة اللي هي I last met عادل a week ago ده جملة ماضي بسيط، لازم تحول الجملة دي تبقى مضارع تام، يبقى هنشطب على last و met ونحول الجملة تبقى مضارع تام. الإجابة هتبقى I haven't met عادل for a week. طبعا الموضوع بقى سهل جدا. مثال تاني، سهى last went fishing 3 months ago. سهى آخر مرة راحت تصطاد من 3 شهور فاتوا. قال لك استخدم فور، الموضوع سهل، لقيت فور يبقى حول الجملة تبقى مضارع تام، اشطب على last went وحول الجملة مضارع تام عادي، يبقى she hasn't gone fishing for 3 months. خلي بالنا فور بيجي بعدها الفترة الزمنية اللي الفعل قاعد فيه، الفعل قاعد 3 شهور، هي قعدت 3 شهور ما تذهبش للصيد. بالتالي كان الموضوع بقى سهل. القاعدة دي قاعدة مشهورة جدا في المضارع التام، ودي القاعدة اللي احنا هنستخدمها في حل التمرين التالت على زمن المضارع التام اللي هديهولكوا دلوقتي. القاعدة بتقول لك اتس زائد مدة زمنية زائد سنس كرابط زائد ماضي بسيط. مش فاهمين حاجة اقول لكم ثواني. It's a long time since I last saw him. إنها فترة طويلة جدا، since يعني منذ، I last saw him آخر مرة شفته فيها، فترة طويلة جدا منذ آخر مرة شفته فيها. هنا في المثال بدأنا في فترة زمنية اللي هي It's a long time، فترة طويلة، إنه منذ فترة طويلة، حطينا since في الوسط عشان تربط بين الجملتين. It's a long time، إنها فترة طويلة، since يعني منذ، بعد كده جبنا جملة فيها ماضي بسيط I last saw him، إنها فترة طويلة منذ آخر مرة أنا شفته فيها، يبقى مدة زمنية وسنس وجملة في الماضي البسيط. المثال اللي تحتيه It's 5 weeks، إنها 5 أسابيع، أدي فترة زمنية أو مدة أهو، سنس يعني منذ، حطينا سنس دي عشان نربط بين جملتين ونجيب جملة بعد سنس في الماضي البسيط اللي هي They were beaten. It's 5 weeks، إنها 5 أسابيع، منذ هم آخر مرة تعضوا أو حاجة قرصتهم. It's 5 weeks، أدي المدة الزمنية، since معناها منذ، they were beaten، أدي جملة في الماضي البسيط معناها آخر مرة اتعضوا فيها حاجة قرصتهم. It's 5 weeks، إنها 5 أسابيع، منذ هم آخر مرة تعضوا أو حاجة قرصتهم. دي القاعدة دلوقتي اللي احنا هنستخدمها في التمرين الجاي. التمرين ده على القاعدة اللي فاتت. بص كده على أول مثال عندنا We haven't gone to the cinema for 2 weeks. قال لك حط إيتس، أول ما تلاقي كلمة إيتس من غير ما تفكر يبقى إيتس ومدة زمنية وسنس وجملة في الماضي، نفس اللي أنا شرحته في المثال اللي فات. هتبقى إيتس 2 weeks ونحط سنس بعديها إيتس 2 weeks since ونحط جملة في الماضي، يبقى إيتس 2 weeks since we went to the cinema، يبقى حطينا مدة زمنية وسنس وبعدها جملة في الماضي. ده الحل بتاع أول مثال. المثال اللي بعديه He hasn't traveled abroad for 5 years. هنا حطيت لك كلمة سنس يبقى عايزك تربط بيها كرابط بين جملتين، تحط مدة في الأول بعد كده سنس في الوسط بعد كده جملة في الماضي. طيب هتبقى It's 5 years، إنها 5 سنوات، سنس يعني منذ، He traveled abroad. دي الإجابة. عملنا إيه في الإجابة؟ حطينا مدة زمنية اللي هي It's 5 years، بعد كده حطينا since، بعد كده حطينا جملة في الماضي اللي هي He traveled abroad. طب واحد يقول لي مستر أنا حطينا since، أنا أعرف منين اللي أنا عايزها هنا كرابط؟ أقول لك من معنى الجملة، أقول لك He hasn't traveled، هو مسافرش للخارج منذ
سنين. قال لك حط سنس يبقى هنا بالمنطق او بالمعنى الجملة عايزك تحطها كرابط، هتبقى it's 5 years، ادي المدة، سنس يعني منذ، he traveled abroad انها 5 سنوات مرت، منذ هو اخر مرة سافر للخارج. مثال تاني، we haven't had a part time for 2 days. حط it's من غير ما تفكر، يبقى مدة زمنية، since وجملة في الماضي. It's 2 days since we had part time. مثال تاني، she hasn't given a party for 2 years. ما عملتش حفلة منذ سنتين. Give يبقى من غير ما تفكر هتحط مدة زمنية و since وجملة في الماضي فيها give. يبقى الإجابة هتبقى It's 2 years since she gave a party. يبقى It's 2 years، ادي مدة زمنية اهو، since معناها منذ، دي رابط بين جملتين طبعا، ما كان يكتب جملة في الماضي فيها give. Since she gave a party. It's 2 years، ادي المدة الزمنية، since في الوسط معناها منذ، دي كرابط بين جملتين. بعد كده جبنا جملة في الماضي فيها give since she gave a party. التمرين الرابع زيه بالظبط زي التمرين التالت اللي فات، بس مع اختلاف بسيط، اللي انت هتستخدم كلمة it's a long time. المثال الاولاني، he has been playing the guitar for a long time. هنا هنستخدم it's a long time، نفس الفكرة اللي فات، تبقى الاجابة it's a long time since، وبعد since نحط جملة في الماضي، since he began or started to play the guitar. نفس الفكرة، نكتب مدة زمنية بس هنكتب هنا it's a long time ونحط since وجملة في الماضي. He has worked in the company for 5 years. نفس الفكرة اللي فاتت برضو، هنكتب بدل ما نكتب it's a long time هنكتب it's 5 years since he began or started to work in the company. مثال تاني، I have been watching TV for a long time. حط since، يبقى نبدأ الجملة بمدة زمنية، هنقول it's a long time since، بعد since هنحط جملة في الماضي البسيط، يبقى it's a long time since I began to watch TV. التمرين ده واحد من اشهر التمارين اللي بيجي على المضارع التام. اول ما تلاقي كلمة has never been موجودة في جملة وقال لك شيلها وحط مكانها ever، من غير ما نفكر هتحط it's the first time في بداية الجملة، وهتحط في الجملة التانية ever في الاجابة. مثال، سندس has never been to the country before. سندس عمرها ما راحت للدولة دي او البلد دي قبل كده. قال لك حط ever، يبقى الموضوع سهل، هنكتب في الاجابة في الاول it's the first time، انها اول مرة سندس، ونكتب جملة في المضارع التام بس حط ever في الوسط، يبقى it's the first time سندس has ever been to the country، انها المرة الاولى اللي سندس تروح فيها الدولة دي. المثال اللي بعديه، سلامة has never seen a lion before. حط كلمة ever، طبعا قلنا بنلاقي has never seen وقال لك حط مكانها ever، من غير ما نفكر هنحط it's a first time، يبقى it's a first time سلامة، وحط في الجملة اللي بعدها طبعا ever وجملة مضارع تام، يبقى سلامة has ever seen a lion. التمرين ده هام جدا. امتى بنستخدم yet؟ بصوا، في اول مثال مثلا، he is still reading، هو لسه بيقرا، حط yet يبقى حول الجمله على طول في النفي، يبقى he hasn't stopped reading yet. هنا حولنا الجمله في النفي، حولنا عملنا جمله في المنفيه في المضارع التام، عملنا جمله منفيه في المضارع التام، يبقى he hasn't stopped reading yet، هو ما وقفش قرايه لغايه دلوقتي. مثال تاني، It's still raining، هي لسه بتمطر، حط yet يبقى تنفي الجملة في المضارع التام وتحط yet في الآخر، يبقى It hasn't stopped raining yet. مثال تاني، I'm still studying، حط yet يبقى لازم تنفي الجملة في المضارع التام وتحط yet في الآخر، يبقى I haven't stopped studying yet. هنا هنستخدم just في التمرين ده، احنا قلنا just بنحطها بين ال have وال has والتصريف التالت. بصوا كده، في اول مثال، he delivered me the letter a moment ago، هو سلمني الجواب من لحظة فاتت، يبقى just سهلة، هنحطها بين ال has والتصريف التالت عشان طبعا عندنا he. الاجابة هتبقى he has just delivered me the letter،
يبقى بنحط جاست بين ال have وال has والتصريف التالت. ناخد مثال تاني، he told me a joke a moment ago، هو قال لي نكتة من لحظة فاتت، يبقى he had just told me a joke. ونفس الكلام في باقي التمارين.